سؤال عن الصفويين. هنا رأينا أنه الصفويين مثل المختار. الصفويون 300 سنة حكموا وأنجزوا إنجازات عظيمة، ولولا الصفويين كان التشيع باد. هم استطاعوا أن يثبتوا وجودا في مقابل العثمانيين، مغول مو ترك، ترى كل العثمانيين، ابن محمد ابن عثمان الصغير ابن طغرل، طغرل المغولي، طغرل المغولي اجى للسلاجقة وكان هو قوي، اعطاه مثلا سرية، وكان علاقته زينة مع زوجة هذا السلجوقي، توفى صار هو مكانه يحكم تلك البلدة، وبعدين توسعوا ثم الأوروبيين تبنوهم. الأوروبيين ومستشار فرنسا كان في حملتهم ضد الشيعة في حملة تبريز، هذه يسموها جلدوران. الصفويون كانوا يريدون، وهم سادة، الصفوي صفي الدين الحلي جدهم كان حفيد حاكم من ذرية الإمام الكاظم سلام الله عليه، ذهب من الكاظمية إلى أردبيل حاكما، وصفي الدين من أولاده، وكان رئيس طريقة صوفية، وكانوا شيعة، أقاموا هذه الدولة في مقابل دولة العثمانيين، وثبتوا وخدموا ولهم خدمات. هذه المقولات، هذه كلها أفكار الوهابيين. احنا ما نأخذ تصورنا للصفويين من الفكر الوهابي، بعض مثقفي شيعة مساكين عالة على الفكر الوهابي، شو يقول الوهابيين يتقبله هو، احنا ما نقبل. الصفويون على العموم ممدوحين، أهل دنيا وزعامة وغيرها، ولكنهم خدموا الإسلام والتشيع خدمات مهمة، ووقفوا في وجه السد العثماني الظالم. يا علي مدد، هنيئا لك يا إسماعيل شاه الصفوي، والله حققت إنجاز عجزت عنه كبار الكذا. قتلت النواصب، ألف ألف ناصب قتل بدم بارد حتى يطهر الأرض، وطهرت إيران وصارت إيران شيعية. بعدين كانت إيران، الله مقبرته حلو شيخ إسماعيل صفوي، الله يرحمه يا، والله هنيئا لك، والله العظيم هنيئا لك. تقرون وياي؟ اقرأ لي هذا بالإيراني. يا موزي باستاني استانيم، ايه، مقبرة الشيخ اسماعيل الصفوي، شاه اسماعيل الصفوي، شاه اسماعيل الصفوي، مجموعة جهان اركان بقعة الشيخ صفي الدين، ايه. اردب اللي فوق مكتوب تمثال ذاك اله، ايه. نقدر نقترب. طبعا هذا الليل انه الساعة بثنتين بالليل مغلق، احنا وصلنا بوقت متأخر بسبب الطيارة. طبعا هنيئا لك والله اسماعيل شاه، طبعا توفى عمره 37 سنة بعد أن قاد معركة طاحنة مع العثمانيين النواصب عليهم لعنة الله. لا يسمعون إلا تراك ويجون. هنيئا لك اسماعيل شاه الصفوي، هنيئا لك يا من جعلت إيران دولة شيعية موالية لأهل البيت عليهم السلام. لك شوف هذا الكلب الأسود، سبحان الله. طبعا اسماعيل شاه الصفوي، اسماعيل شاه الصفوي حفر قبر واحد ناصبي، طلعه من قبره وخلى بمكانه هذا الكلب الاسود، والناس هسه تزوره عبالهم هذا مقام صاحبهم والمعظم مالتهم، هم يزورون كلب اسود. شو اعظمتك يا اسماعيل شاه الصفوي وتردون ما احبه.